بسم الله الرحمن الرحيم. تنظم اليوم جامعة الجزائر 3 بالتنسيق مع الاتحاد الوطني للإطارات والكفاءات يوم إعلامي وتحسيسي لطلبة الجامعة. يشارك في هذا اليوم أساتذة بارزون ومؤرخون في الحركة الوطنية، وأردنا من خلال هذا النشاط أن نرسخ الذاكرة الوطنية لكي لا ننسى الجرائم التي ارتكبها المستثمر الغاشم في هذه الأرض الطاهرة، ولكي نترحم بالمناسبة على أرواح الشهداء الذين سقطوا فداء أن تحيا الجزائر حرة مستقلة. وما ارتكب في يوم 8 ماي 45 وما تلاه من أيام من مجازر في حق الشعب الجزائري الأعزل، مدنيين، أطفال، نساء، شيوخ، كهول، عجائز، لم ترحمهم الآلة العسكرية الفرنسية. فلذلك وفاء لأرواح هذا الشهداء لا بد من العودة لهذه الصفحات التاريخية النيرة في بلادنا، ولتأكد شيء بأن الشعب الجزائري دفع ضريبة ثمن استرجاع الاستقلال ضريبة كبيرة.